نظمت كلية الإعلام بجامعة بني سويف بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ندوة تعريفية، وذلك للتعريف بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات. وقام مسؤول مؤسسة حياة كريمة خلال الندوة باستعراض جهود المبادرة خلال المرحلة الأولى داخل المحافظة، والتي عملت على توفير الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، إلى جانب رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة وتأهيل وتبطين الترع. النهارده الندوه التعريفيه بما تقوم به مؤسسه حياه كريمه في اطار مبادره حياه كريمه اللي تم اطلاقها من فخامه الرئيس السيسي من اكثر من 3 سنوات، لكي يعلم ولكي يتعرف طلاب كليه الاعلام بجامعه بني سويف بحجم الجهود التي تم انجازها على مستوى قطاع مبادره حياه كريمه في محافظه بني سويف. كنا موجودين النهارده عشان نعرف الطلبه بالمرحله الاولى اللي هي شرفت على الانتهاء وبدايه المرحلة الثانية إن شاء الله اللي هتبدأ مع العام الجديد. كنا في المرحلة الأولى اشتغلنا في مركزي ناصر وبيبة، والحمد لله معدلات التنفيذ معدلات عالية جدا بكفاءة عالية وكهربت على الانتهاء.